السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا ويانا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من أرسال رسائلكم النصية اللي راح نقراها إن شاء الله في هذه الحلقة. طيب، نبدأ من الموضوع الجديد اللي طرح الآن على الساحة العراقية، وهي فاجعة جديدة وكارثة حلت بأطفال في محافظة القادسية. طبعا أثارت مشاهد الدمار جراء حريق جديد داخل مستشفى للولادة في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، أثارت مخاوف العراقيين الناقمين على سياسة حكومات ما بعد 2003 واللي حولت البلد إلى محرقة تلتهم أجساد العراقيين من دون أي رحمة. وطبعا الفساد اللي ينخر جميع مؤسسات الدولة اللي تفتقر إلى أدنى متطلبات السلامة والأجهزة الوقائية هو السبب، واللي جعل حوادث الحرائق تتكرر وتهدد حياة المواطنين، لا سيما المرضى داخل المستشفيات في بلد يعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية. وفي مأساة جديدة هزت الشارع العراقي بعد اندلاع حريق داخل مستشفى للولادة في مدينة الديوانية، أدى هذا الحريق إلى وفاة 4 أطفال في الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بحالات اختناق. وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي بدورة قال أن سبب الحريق هو تماس كهربائي. وكم من تماس كهربائي قضى على العراقيين وأزهق أرواحهم، وكم من تماس كهربائي مشاهدينا الكرام ضيع معالم أوراق معينة، ملفات معينة أخفاها ضمن ما يعرف بالحرائق المفتعلة والحرائق التي تتم عن طريق التماس الكهربائي. خلونا نشوف هذا المقطع للقطات الأولى للحريق الذي نشب في مستشفى النسائية بمحافظة القادسية. مستريح نحترق والدنيا محتاجة ونصاعد سياج كذلك أيضا تجيب مالتي مطفاية بس ما تكفي والله حريق شوي كبير شوف سبحان الله شو وين مطفاية السخام وين هاي الدرج احترق بروخ اختنقت في اختنقت البروخ لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أوضح وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي من المستشفى أنه الحريق حصل خارج قاعات المستشفى في أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى، وأضاف أنه ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى لكن لم تتسرب النيران إلى الداخل، وقال أن العاملين في المستشفى قاموا بإخلاء المرضى الموجودين لا سيما من حديثي الولادة الخدج اللي تكون حالتهم حرجة، وأضاف أنه توفى 4 أطفال رضع لأسباب تتعلق بأمراض الصدر. في هذه الأثناء أيضا طالب رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني بسحب يد المسؤولين المقصرين بالحادثة وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق. وتساءل العراقيون عن جدوى فرق التحقيقات والإجراءات الحكومية بعد كل حادث في الوقت اللي كان يمكن تجنب هذه الحرائق بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمواصفات البناء من قبل البلديات. خلونا نشوف آثار الحريق واللي خلفه داخل المستشفى. راح نرجع ونكمل مشاهدينا الكرام لكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. هل يحق لمن حل الجيش العراقي الاحتفال بذكرى تأسيسه؟
أليس من باركوا ذكرى تأسيس الجيش العراقي هم أنفسهم من كانوا يقاتلونه في الحرب الإيرانية العراقية؟ وما دلالات قيام ميليشيات الحشد بمناورات عسكرية مع الحرس الثوري الإيراني في ذكرى تأسيس الجيش العراقي؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل ونفس الملف اللي طرحنا في بداية حلقتنا وهو المتعلق بالحريق اللي نشب بمستشفى النسائية بمحافظة القادسية واللي أودى بحياة 4 أطفال خدج. طبعا الفساد المالي والإداري هو أبرز أسباب استمرار مسلسل الحرائق في العراق في ظل الاستهانة بحياة المواطنين وعدم قيام الجهات الحكومية المسؤولة بمحاسبة المسؤولين عن آلاف الحرائق اللي وقعت بالسنوات الأخيرة في عدد من المؤسسات والمباني الحكومية اللي تغص بمئات الأشخاص يوميا. وغالبا لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيما في قطاعي البناء والنقل، كما أن البنية التحتية متداعية نتيجة الفساد وعدم استحداث بنايات جديدة. هذا الأمر يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة. وفي هذا السياق أيضا رصد ناشطون من محافظة القادسية تكدس آلاف الأضابير والملفات الورقية القابلة للاشتعال قرب المستشفى اللي يعاد تأهيلها، وسط تساؤلات عن سبب وجود هذا الكم الكبير من الأوراق القابلة للاشتعال بقرب المستشفى المخصصة للرضع والخدج الأطفال. خلونا نشوف. وزارة الصحة، دائرة الصحة الديوانية، ملف المريض فلان ابن فلان. هاي الملفات، اطنان من الملفات اللي هي اوراق قابله للاحتراق تلقيها داخل المستشفيات والمكانات اللي تابعه، يعني اضابير باكملها. اذا تشوفون هاي مو بس قابله للاشتعال، لا لا، هاي متعمده للاشتعال. الحريق اللي صار اللي هو وراي اللي تشوفونه واللي تسبب البارحه ب وفاة 4 أطفال واختناق أكثر من 30 طفل، سببه هاي النفايات والبقايا اللي باقية هنا. ما أعرف، لجنة الخدمات، معركة مقاولين، الله يعلم. هذا الحريق لأن كانت أكو نفايات بصف ردها، شلون بصف ردها ما نعرف. أكو ردها تتخلى بصفها نفايات، النفايات يقولون عبارة عن سندويش كان بالقرب من الردهات، واكو يمه نقطة كهربائية تسببت بتماس كهربائي واحترقت الردها. زين هاي النفايات شو تسوي بصف الردها؟ غير الطفل المريض اللي بالخدج المفروض اكو اجواء خاصة حتى يقدر يعيش، اللي هو عمره 7 أشهر او 8 أشهر. يعني هاي الاطفال هسه شنو ذنبها؟ منو راح يتحمل المسؤولية؟ يا مقاول كان مسؤول، يا مقاول كان مسؤول عن هذا الموضوع. خلينا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام اللي وردت على هذه المقاطع. نور تقول: عندما يكون المسؤول فاشل وفاسد هذه النتيجة، والناس الأبرياء تدفع ثمن فشلهم وسرقاتهم. تعليق من زينب الفتلاوي تقول: يجبرون العالم تروح للمستشفيات الأهلية، عليا من بعد واضحة الشغلة. عندنا تعليق من غزير صلاح يقول: ضحايا وأبرياء وأيام قلائل وننسى ونلتهي بحدث جديد. عندنا تعليق من رسل تقول، أو رسول أعتقد، يعني المهم: المستشفى من غرق العام من المطر غير صالح للاستعمال، يجب بناء مستشفيات بديلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لجمهور الراقدين. مساء النور كل يعني العالم. هذه حلقة في مسلسل الإهمال وعدم الرقابة بالمستشفيات. نعم.
يعني اللي نستغرب من عنده أنه المستشفى المفروض هو يكون أنظف مكان موجود وأنظف دائرة حكومية موجودة لأنه يتعلق بالصحة وصحة البشر، فما بالك بأطفال، يعني الأطفال القدج هذولا الله سبحانه وتعالى قدر أنه ما يكون نموه في رحم الأم، فأكو ناس تنتظر هذا الطفل يمكن من سنوات ويجي مسؤول مهمل ووزير صحة مهمل وماكو رقابة وحكومة مهملة ويموت هذا الطفل. نعم. لأن هذه الروح ماكو يعني ما يشملها تعويض، أنا ما أنتظر تعويض من حكومة ولا من غيرها. زين إحنا ما نسينا كذلك الحرائق اللي تصير بالمستشفيات العام وأولة العام وغيرها بكل محافظات العراق، هل أكو محاسبة؟ هل أحد حاسب؟ حيسوون لجنة تحقيقية يا أبو علي. أو تنضم على اللجنة اللي قبلها واللجنة اللي قبلها وبالأخير تروح. يعني إحنا للمواطن حتى يشعر بالأمان تكون أكو هناك عقوبة على المسبب. يعني نريد نتائج لجنة واحدة تطلع وتقول أنه المسبب فلان الفلان وتم عاقبته وصحيح يسجن، مو أنه يسرق ولا أنه هذه أول. هاي الحالات أبو علي، بهاي الحالات هل يكفي إعفاء مدير مستشفى أو إعفاء مقاول أو محاسبته، أم يجب الإتيان بوزير الصحة ومحاسبته أمام الجميع حتى يصير عبرة لغيره من الموظفين الأدنى من ضمن وزارة الصحة، وحتى يكون الموظف الأقل مرتبة يرتدع لما يشوف أنه الوزير نفسه تحاسب؟ شوف سؤال كريم، يعني احنا خلنا نشوف الدول اللي عندها دول حقيقية من يصير خطأ عند قائد قطار في سكة حديد الحكومة كلها تستقيل، وهو يمكن موظف أخطأ، يعني مو عن عمد أن يقتل بشر لكن خطأ صار، ما بالك بخطأ مكرر ولا وزير يحاسب؟ أنت من تعفي إلي من تسوي له إعفاءنا ما يجيني بشيء، لأن أنا اللي بعده ما راح أطمئن. زين إذا حكومة لا تستقيل ووزير ما يستقيل ومدير صحة ما يستقيل، يروح لعلى مدينة مستشفى يعاقبه؟ ترى مدير المستشفى بعض الأحيان يمكن يكون نزيه، لكن أكو ميليشيات تشتغل تقول له أنت المقاولة. المشكلة الأخرى أنه هذا أكثر من عام مضى على حكومة محمد الشيع السوداني، حكومة الخدمات، خلينا نخليها بين قوسين. النقطة أنه وزير الصحة شنو دوره وليش ما قام بتأمين المستشفيات الموجودة اللي هي عبارة عن قنابل موقوتة، لأنه هي كلها مبنية ومؤسسة من هذه المواد السريعة والقابلة للاشتعال بسرعة كالساندويتش بانل وغيرها، مواد، وطبعا لا توجد أجهزة إطفاء مركزي، ما عندنا منظومة إطفاء للحرائق، والموضوع يعني وهذا الموضوع موجود أيضا في أغلب مؤسسات الدولة. إحنا نقول سنة وأكثر من حكومة محمد الشيع السوداني، شنو اللي تقدم للقطاعات اللي اليوم ده نشوف مثل ما قرينا بالتعليق أرواح البشر صارت يعني سهلة أنه تزهق، والناس صارت تنسى بسرعة هاي الحوادث والفواجع اللي تصير بين حين وآخر. يعني إحنا راح نظل تحت رحمة هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة من الإطار التنسيق وجماعتهم، أنه أرواح العراقيين تزهق يوميا بشتى أنواع الطرق والوسائل، والناس خلاص تتعود، يعني صار الدم عندنا رخيص لهذه الدرجة. أول الإنسان العراقي رخيص عند الأحزاب الحاكمة اليوم، ماكو عرفت من الدم العراقي. نعم. لأن ماكو أحد دافع عن الدم العراقي، وشوفها من ثورة تشرين لحد الآن ماكو واحد طلع، والاغتيالات والمغيبين وغيرها، الوزير ما يشتغل طبعا لأن ماكو موازنة وماكو فساد. يعني أنا من أي لمطي إذا أمطيت مقاولة شخص نزيه، لا وزير يحصل ولا مدير يحصل ولا الحزب اللي جاب الوزير يريد من عنده فلوس حتى يحصل، فالموازنة ما طلقت، لأن الفاسدين بيناتهم أكو عراك على الموازنة. حتى الإنجازات اللي يقول هذا عام الإنجازات اللي راح يجي، يعني ترى مين معقولة تبني لك مستشفى بسنة؟ هذا مستحيل يصير. يا أما مستشفى تبنيه يعني مثل ما يقولون أهنك لاوات وتمشيها وحالة حال المستشفيات الباقية. لا هي بس خلي أقاطعك، أنا مو مهندس لكن أنا دا أشوف نماذج ونماذج بالعالم المحيط بينا. العام سنة واحدة كافية إذا كانت أكو إخلاص بالعمل وجد من الحكومة أن تبنى أفخم المستشفيات في ظرف سنة واحدة. نعم يعني ماكو مشكلة بهذا الشيء، بس هل أكو إخلاص ومصداقية عندنا بالعراق بالعمل من المسؤول؟ لا طبعا ماكو،
والثاني من تقول لي يبني خلال سنه، هذا يبني للدوله لتطلق موازنه فعليه. بس السنه اللي فاتت ما اطلقوا موازنه، ماكو موازنه، بس توزيع رواتب. يعني اساسا الانجازات هذه انجازات متراكمه 80 لـ 90%. واساسا تاسست على فساد، ما تاسست على خبره على كفاءة. صحيح. أشكرك سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا، نكتفي وياك بهذا القدر. طبعا احنا نقول ونترحم على أرواح الأطفال الأبرياء اللي أزهقت نتيجة الفساد والإهمال وسوء الإدارة من قبل حكومات ما بعد الاحتلال. الله يصبر أهلهم على ما ابتلاهم. بالنهاية كل طفل من هؤلاء الأطفال اللي توفوا أهله لهم قصة معينة وإجب ظروف معينة، قد تكون هذه الولادة جاءت بعد ربما حرمان للأهل، قد تكون ظروف معينة اقتصادية يعني كانت صعبة على الأهل مثلا أنه يتحملون هكذا خسائر وغيرها، لكن بالنهاية نقول الله يرحمهم. وتبقى النقطة المهمة سبحان الله في هذه القضية، أنه هذه الأرواح اللي أزهقت أكو حكمة إلهية فيما حدث، وهو أنه كل إنسان إلى رسالة يؤديها بهذه الحياة. رسالة هؤلاء الأطفال أنه إجوي ورحلوا بسرعة، لكن هذا المجيء وهذا الرحيل كان فيه رسالة لفضح من يديرون شؤون العراق ومن يحكمون هذا البلد من 2003 إلى اليوم، لفضح فسادهم، لفضح سرقاتهم، لفضح إهمالهم للبشر ولممتلكات الدولة. رسالة أداها هذا الطفل ورحل إلى خالقه، والرسالة كانت هي فضح هؤلاء وتعريتهم وتعرية نظامهم الفاسد الفاشي. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر. طبعا الحقبة اللي بعد الاحتلال مثل ما قلنا في بداية حديثنا تميزت بسجل حافل من الانتهاكات لحقوق الإنسان على يد القوات الحكومية اللي باتت تمتهن كرامة المواطن في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة في عموم البلاد في ظل سياسة الإفلات من العقاب. وطبعا كل مسؤول وكل منتسب صار عند الحق اللي وضع لنفسه بالاعتداء على المواطن داخل سيارة الناس أو سيارات العالم لأسباب قد يراها كثيرون بأنها تافهة، مثل اللي صار في بغداد عندما اعتدى رجل مرور على سائق سيارة نقل خاص أمام ركاب هذه السيارة من دون أي مبرر، الأمر اللي أثار غضبهم من هذا التصرف اللي قام به هذا الشرطي أو المنتسب الأمني اللي المفروض هو لحماية الناس ولتطبيق القانون مو لانتهاكه. خلونا نشوف. نكمل ويا تجاوزات رجال القانون، خلينا نخلي القانون بين قوسين في العراق. من بغداد ننتقل بكم إلى كربلاء، حيث بينت صور أخرى اعتداء شرطي مرور آخر على سائق دراجة رفض الوقوف والمثول لشرط المرور عندما حاول منح مخالفة. وبالرغم من التبريرات اللي تقف خلف تحرير المخالفة بغض النظر عنها، لكن هذا الأمر لا يستوجب اللي راح نشوفه من اعتداء بعد أن تدخل إلى جانب رجل مرور أفراد آخرين من قوة حكومية قريبة من أجل ضرب سائق الدراجة حتى لو كان هذا السائق مخالف، لكن بأي حق يتعرض لضرب من قبل رجال القانون؟ خلونا نشوف. شوفون هاي اللقطات مشاهدينا الكرام، اعتداء باليد حتى لو شوفوا وبالقدم ويعني صراحة أسلوب عصابات. السؤال هو
ما وظيفة القضاء إذن؟ ما وظيفة المحاكم؟ ما وظيفة القضاة، المستشارين، المدعين العامين؟ يعني إذا أنتم قمتوا بهذا الدور بالشارع وهو الضرب، وبغض النظر عن المخالفة اللي ارتكبها، المفروض يعتقل إذا كان مخالف، وثم يعني يتم الإجراءات القانونية بالسياقات المعروفة والمتبعة عالميا، طبعا ما دلنا نتكلم عن العراق، لكن هذا الوضع بالعراق. خلونا ننتقل إلى موضوع أو مقطع ثاني. أفراد من الفرقة الخامسة بالجيش الحكومي بأطراف قضاء القائم غرب محافظة الأنبار في العراق اعتدت على راعي أغنام، رفض أن تؤخذ أغنام منه بالقوة، وقالت مصادر محلية أن قيادات وضباط الفرقة الخامسة هددوا ذوي الراعي باعتقالهم إذا رفعوا شكوى ضد هذه القوة، وبينت صور أثار الضرب اللي تعرض للراعي واللي فقد وعيه نتيجة هذا الاعتداء من قبل أفراد الفرقة الخامسة بالجيش. خلونا نشوف. وين صاير؟ روح على الفرقة الخامسة. باكر اطلع يا خلي تقطع نجمع على الغنم، هي وين الغنم؟ وشوفوا وين بأي مكان. ما عليش يا حجي، روح توجه للفرقة الخامسة وقول لهم عم انتوا واحدة اثنين ثلاث. واجههم ولهم. ما بيش. في يسوي لك العدد؟ ربما لنا شغل احنا. بس هم ما زالوا جيش، واجه الجيش. طالع الجيش وهو راعب الغنم ودحش يسوي بي. يعني هي الجيش. ما عليش يروح على الفرقة بها قادة وبها ضباط. بها ضباط الفرقة الخامسة هي وهذا جنودها، هذا المواطن هي تصير هاي حالاته. نستعرض التعليقات على هاي المقاطع مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من سرمد أكرم يقول: هذا الجيش أسد على الشعب، فأرى أمام العصابات والميليشيات. تعليق من ماريا تقول: لحد يقول جيش، هذول عصابات ميليشيات، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا تعليق من فهد العراقي يقول: الفرقة الخامسة وما أدراك ما الفرقة الخامسة، اسأل أهل ديالة عن جرائمهم الطائفية سابقا. وأحمد يقول: هذا مو جيش يحمي الوطن والمواطن، هذه عصابة مرتزقة لحماية السياسيين والتعدي على المواطن فقط. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن هذه الفقرات. يتهم متقاعدون عراقيون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين والاكتفاء بالوعود الإعلامية والتصريحات بحل أزمة حقوق طبقة مسحوقة في المجتمع العراقي. طبعا هذا الموضوع يأتي ويتزامن مع اكتظاظ المئات من المتقاعدين العراقيين أمام دائرة التقاعد العامة في بغداد لترويج معاملة شهادة الحياة اللي تضمن استمرار حصولهم على رواتبهم التقاعدية. وهي الصورة اللي راح تشوفوها بعد لحظات تعبر عن عدم الاكتراث الحكومي لهذه الشريحة اللي أفنت حياتها في سبيل خدمة البلد، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع التضخم في البلد وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة الإهمال الحكومي لهم مع تفاقم الأزمات الاقتصادية. خلونا نشوف هذه اللقطات. نكمل ويا معاناة المتقاعدين العراقيين. الحال داخل الدائرة لا يختلف عن خارج الدائرة المعنية بمراجعة المتقاعدين من أجل أوراقهم. إذا لم تكن مهين أو مهيئة لاستيعاب هذه الأعداد وعند دخولهم تحول الأمر إلى فوضى كبيرة. طبعا داخل الدوائر التقاعد لا يوجد أي تحضيرات أو أي تجهيزات حتى تستوعب الناس ويجلسون بكرامة واحترام على مقاعد معينة وينتظرون أدوارهم بحسب التسلسل وغيرها من هذه الأمور. وسط تساؤلات تطرح عن الهدف من ترك هؤلاء المسنين عرضة لهذا الإذلال والإهانة بدل من تنظيم المعاملات إلكترونيا ودون الحاجة لمراجعة الدائرة، أو أقل تقدير أنه توضع فد كراسي أو مقاعد لجلوس المراجعين بطريقة آدمية محترمة مع الحصول على هذه القصاصات الورقية لأجهزة التسلسل الرقمي
وكل من يأخذ دوره حسب الرقم وبطريقة آدمية بعيدا عن الفوضى اللي شفناها بالمقطع السابق واللي راح نشوفها في هذا المقطع. خلونا نشوف نساء العراق يتعرضنا إلى إذلال وإلى إهانة، وحماة الأعراض قاعدين بجكساراتهم يتفرجون ويستعرضون على الناس بشعاراتهم. خلونا نشوف. خلونا نتابع التعليقات على هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. ناطق يقول طبعا شلون مكان ضيق وأغلب المراجعين من النساء وقاعدات بالشارع، أنا البارحة شفتهم الله شاهد قاعدات بالقاع على الرصيف والناس قاعدة على جهة مطعم كباب سليمانية وناس مدري وين، ناس فوق ناس الله يساعدهم. علي الرضا الهاشمي يقول سبب ازدحام أو سبب الازدحام ماكو رقابة في بعض الدوائر المدنية. هاني يقول لماذا هذا الإهمال والاستهانة بالمواطن؟ بدل من هذا أوسع غرفة استلام المعاملات، أزيد عدد الموظفين والعملية ربما كم يوم وتنتهي، لكن الوحدة بآمرها، لو كان مدير الدائرة مضبوط ما حصل هذا. وعندنا تعليق من دري يقول أو دري أعتقد دري، عمي الحكومة عايشة بغير عالم ولا إلها علاقة بالشعب، همها الوحيد مصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية والشعب إلى الله. خلونا نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالدول المتحضرة والدول المتقدمة الإنسان لما يصل إلى مرحلة من العمر مرحلة الشيخوخة أو يحال على التقاعد إلى احترامه وإلى تقديره وإلى حقوقه، هذا بالدول اللي تحترم الإنسان اللي تحترم المواطن. لكنه إحنا اليوم بالعراق ما متوفر هذا الشيء، لأنه إحنا كل الزيان المواطن العراقي يعرف المسؤولين اللي جاي يقودون هذا البلد، المسؤولين اللي جاي يقودون هذا البلد هم مو أهل لهذا البلد ولا عندهم انتماء لهذا البلد، هذول اللي اجوا انتماءاتهم خارجية أستاذ محمد. نعم. وإلا الأموال اللي انهدرت، الأموال اللي انصرفت، الأموال اللي يعني بنوا بيها عمارات، يا أخي تبني بلدان مو تبني بلد. ويوم العراق تشوف يعني يرجع للعصور المتخلفة، يعني إحنا اليوم عصر التكنولوجيا، المفروض للمتقاعد أو أي مراجع بأي دائرة حكومية من يروح محترم، يلقى المكان المريح له، المعاملة مالته يخلصوها بسلاسة. لكنه اليوم الرشوة والفساد وسوء الإدارة من قبل المسؤولين، من أصغر مسؤول بالدائرة هو فاسد. هذا طيب أنا عندي سؤالين، عندي سؤالين سيد عبد الرزاق. السؤال الأول، تفضل، من حيدر العبادي مرورا بعادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي ومحمد الشيعة السوداني، كلهم أكدوا واعترفوا أنه إحنا عندنا ترهل وظيفي، عندنا فائض بالموظفين في دوائر الدولة، عندنا فائض عن الحاجة الفعلية لدولة العراق في دوائرها الحكومية. ليش نشوف دوائر الدولة أغلبها عدد الموظفين القليلين جدا مقارنة بعدد المراجعين؟ ليش ما نشوف توظيف أو يعني تسخير هاي الجهود الموجودة من الموظفين الحكوميين في سبيل تمشية معاملة المراجعين بشكل سريع؟ هذا السؤال الأول. نعم، أغلبية الموظفين اليوم أستاذ محمد ماكو متابعة وماكو مراقبة من قبل المسؤولين. يعني يجي حتى إذا أجى للدوام هو
ما متهي يعني أدي الواجب مالته، هذا إجا قدم الحضور مالته وطلع أو به ما يجول أصلا. يعني هو هذا الفساد الإداري اللي إحنا موجود. صح عندنا يعني ترهل بالموظفين أو نسميها البطالة المقنعة. ليش؟ لأنه تسيب الموظف اليوم ما موجود، لا أكو متابعة ومراقبة من المسؤول الدائرة، لا كان ضبطوا الموظفين وضبطوا يعني اللي موجود بالدائرة، لكنه يا أخي المسؤول هو ما مضبوط. يعني الإنسان اللي يدير الدائرة هو إنسان فاسد، فالمعية مالته حد ما تكون نفس هذا. غير طبعا الموظفين الوهميين والفضائيين وغير اللي أكيد 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 اللي أكيد اللي طالعين الإجازات الخماسية وغيرها من هاي المسموح به بالنظام. غريب طبعا صراحة. أنا عندي بس سؤال. نعم. السؤال الثاني، كم تكلف الأجهزة؟ طبعا احنا ما راح نتكلم بتكلفة لأنه لا أنا أعرف، ممكن حضرتك تعرف أنا ما أعرف، لكن هل هذه الأجهزة المعنية بتنظيم الدور والتسلسل الرقمي والشاشات اللي تعرض الرقم الدور الخاص بالموظف المراجع بالمواطن المراجع، هل هذه الأجهزة غالية أنه توجد في يخلوها تتواجد في دوائر الدولة حتى الناس بدل من هذا التكدس وهذه الطريقة العشوائية وهذه الطريقة المتخلفة أنه كل من باحترام وبتقدير يحصل على دوره ويعرف شو وقت يراجع وشو وقت راح يجي السراء؟ غالية أنه يوفروها في دوائر الدولة؟ يعني هالمليارات اللي بالعراق ماكو ما تكفي أنه نشتري هذه الأجهزة ونسوي هالمنظومات اللي تنظم عمل دوائر الدولة؟ أستاذ محمد، إحنا اليوم جاي نشوف الدول المحيطة بينا يعني كانت يعني الصراحة قياس ويا العراق فتفارق. اليوم هاي الدول المحيطة بالعراق كلها عندها هاي التكنولوجيا الحديثة، المواطن مالتها معاني، لكنه المسؤولين اللي متولين الأمر بالعراق هم ناس فاسدين متعمدين يذلون المواطن. هو جاي أقول لك دولة متقصدين يأذون المواطن العراقي. دولة ما يهمهم المواطن العراقي أستاذ محمد، دولة يهمهم مصالحهم الشخصية. يعني أبسط شيء، لا مدارس متوفرة، شوف المستشفيات مالته، شوف المدارس الخصوصية. بس لا نبتعد عن الموضوع، خلينا ويا التقاعد. أنا سؤالي الأخير لحضرتك باختصار سيد عبد الرزاق لو سمحت، يعني شلون يتساوى الموظف العراقي إن كان خدم بالمؤسسة العسكرية قبل 2003 من المتقاعدين أو إن كان خدم بالمؤسسات المدنية اللي أفنوا حياتهم 20 و 30 سنة و 40 سنة هم يخدمون في هاي الدولة، شلون يتساوون ويا مسؤول فاسد يخدم 4 سنين بالبرلمان لو وزير فاسد يخدم 4 سنين ويطلعوه على التقاعد مثل ما صار ويا السفاح عادل عبد المهدي وغيره طبعا من المسؤولين اللي ذبحوا العراقيين وانتهكوا حرماتهم وباقوا الناس وطلعوه تقاعد، حالوا على التقاعد ورا ما خلصت مهمته، شلون يتساوى؟ شنو وين العدالة؟ احنا ما موجودة المشكلة، ما عندنا عدالة. وإلا رئيس جمهورية يعني يزم الرئاسة مالته شهرين جاي يستلم 50 مليون أو أكثر يا أستاذ محمد، أي عدالة؟ ما عندنا. هو عدم وجود العدالة وعدم وجود المتابعة من قبل الرقابة على الأموال اللي جاي تصير. طيب. واللي جاي يصير بالبلد يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل أشكرك. ننتقل إلى موضوع آخر، كل الإشارات تؤكد أو يعني تشير بنسب كبيرة إلى أن هذه الشركة شركة فلاي بغداد ملك لعمار الحكيم، وطبعا دول الإطار التنسيقي وجماعته هم دول اللي يديرون أصحاب هذه الشركات اللي تقدم أسوأ الخدمات للمواطن العراقي. مسافرون عراقيون عبروا عن غضبهم من الخدمات السيئة المقدمة من قبل شركات النقل الجوي في العراق في ظل تكرار تأخير الرحلات وعدم الالتزام بالمواعيد بسبب أعطال فنية وعدم صيانة الطائرات بشكل مستمر. طبعا هذا الموضوع تسبب تلك الشركات أيضا من ضمن المشاكل فقدان الحقائب، تلف أمتعة المسافرين، واشتكى هواية من المسافرين العراقيين بشكل مستمر من خدمة شركة أو خدمات شركتي الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد وغياب الرقابة الحكومية عن أداء شركات النقل الجوي بسبب المحسوبية وتفشي الفساد، ويتعاقب على نقل المسافرين بالمطارات العراقية 5 شركات
هي الخطوط الجوية العراقية، بوابة العراق، شركة أور للطيران، فلاي بغداد، وشركة هيا أو هيا للشحن الجوي، وتمثل واجهات حزبية أخرى لمكاتب اقتصادية ميليشياوية مثل ما يؤكد مراقبون للشأن العراقي. وأيضا رغم النفي المتكرر لمثل هذه المعلومات رسميا، لكن هذه حقائق يعرفها كل العراقيين. أظهر مقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حصد مئات الآلاف من المشاهدات، احتجاز مسافرين عراقيين في فترة طويلة داخل الطائرة التابعة للخطوط اللي التابعة لشركة فلاي بغداد بعد أن تعطلت، ولم يسمحوا كادر الطائرة لم يسمحوا للمسافرين بالخروج، وهي أيضا حلقة من حلقات فساد هذه الشركة وفشلها. خلونا نشوف. نكمل ويا مشاكل فلاي بغداد وفشلها في تقديم الخدمات المناسبة للمسافرين العراقيين. هاي الشركة لم تكتفي بهذا القدر من سوء الخدمات، حيث كشف مسافرون عن تأخر إقلاع رحلاتهم لفترات طويلة عن الوقت المقرر، وحمل المسافرون وزارة النقل مسؤولية هذا التردي بالخدمات وعدم مساءلة القائمين على شركة فلاي بغداد، اللي تأكد مصادر مطلعة أنه عمار الحكيم هو صاحب هاي الشركة سيئة الصيت. دعونا نشاهد هذا الجانب من غضب مسافرين عراقيين بسبب تأخر رحلتهم. هاي فلاي بغداد، شوف هاي فلاي بغداد الشركة السيئة، شركة فلاي بغداد ما واحد يحاسبها. نعنت الله على سواء فلاي بغداد، نعم، ونعنت الله على كل من شارك فلاي بغداد، نعم، ونعنت الله على خلاهم مطار بغداد، حجي بس، ونعنت الله على وزير النقل العراقي. حجي بيش ساعته حزين؟ الساعة بزمارية ايه؟ 11 بالليل وبعد ما جاية، وهسه التأخير شكال؟ والتأخير 6 ساعات، 4 ساعات وبعد ما جاية، وبعد ما جاية، نعم. وانت مريض حجي؟ مريض 10 مراقي عملية، مو عيب عليكم، حتى طيارة ما تقدرون تدبرونها، الدولة ما دبرتوها. سلطة الطيران وين وين وضعها؟ هذا فوضى الدولة. يعني كلام من الصميم من القلب وبكل عفوية وبكل واقعية وحقيقة خرجت من لسان هذا المواطن الغاضب، أنه أنتم ما قدرتوا تديرون شركة طيران بسيطة، ما قدرتوا تنظمون عمل هذا المطار اللي هو واجهة البلد، اللي خليتوه من أسوأ المطارات، وخليتوا خطوط الجوية العراقية الرسمية من أسوأ الشركات، والشركات المحلية المستحوذة واللي مسيطرة من أسوأ الخدمات تقدم. إذا ما قدرتوا تقدمون هاي الخدمات وتديرون هذه الشركات بشكل صحيح، شلون تديرون بلد؟ أنتم ما قدرتوا تديرون هاي الشركات، تقدرون تديرون بلد؟ خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام اللي وردت بشأن هاي المقاطع. محمد الشمر يقول: عجيب أمر الناس، يعني شركة فاشلة وتدرون بيها مشاكل، ليش تحجزون بيها؟ محمد، تعليق ربما وجواب سريع عليك. هذه الشركة تستغل مثل ما الحكومة تستغل حاجة الناس للبحث عن الأنسب، تكلفة أنسب. هذه الشركات من أرخص الشركات اللي توفر تذاكر طيران بأجور بسيطة مقارنة بشركة الخطوط الجوية العراقية الحكومية اللي تذاكرها مرتفعة، وبالتالي الناس تبحث عن الأنسب عن الأرخص، ودي يلجؤون مكرهين على إلى هاي الشركة. تعليق ثاني من أبو بشير يقول: شركة فاشلة ألف مرة، منها سافرنا بها أكثر من 5 مرات شوفتنا المر. أحمد يقول: في بلد تقوده وتتحكم به الأحزاب وتنصب وتنصب عديمي الخبرة والكفاءة والتدرج الوظيفي والمقياس إخلاصك وقربك من زعيم الحزب.
عندنا تعليق من أبو محمد يقول: مهزلة شركة الطيران فلاي بغداد، سمعة غير جيدة للطيران المدني العراقي، يجب محاسبة ومعاقبة المقصرين عمدا في هذا المجال، اتقوا الله في الرعية. خلونا نروح مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعد نعود لنكمل مع حضراتكم، ابقوا معنا. هل يحق لمن حل الجيش العراقي الاحتفال بذكرى تأسيسه؟ أليس من باركوا ذكرى تأسيس الجيش العراقي هم أنفسهم من كانوا يقاتلونه في الحرب الإيرانية العراقية؟ وما دلالات قيام ميليشيات الحشد بمناورات عسكرية مع الحرس الثوري الإيراني في ذكرى تأسيس الجيش العراقي؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان: الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه 130. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. الآن نصل إلى فقرة إنفوغرافيك. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية أعد هذا التقرير الإنفوغرافيك اللي يرصد حالات الحرائق اللي حدثت بسبب التماس الكهربائي وبسبب الإهمال وبسبب أمور كثيرة ضمن أداء فاشل لوزارة الصحة في العراق منذ 2003 إلى اليوم في إدارة المستشفيات وتأمينها بالمواصفات المعمول بها عالميا. خلونا نشوف ونرجع.
ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. وسم اليوم هو العراق أولا. هذا الوسم اللي أطلق مدونون وصحفيون وباحثون في مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للفت الأنظار للقضية العراقية وتبعات حكم الأحزاب الفاسدة اللي أوصلت البلد إلى حالة من الفوضى لصالح إيران ومشروعها التوسعي. مجاهد الطائي يقول: سيبقى الفساد البيئة الخصبة لانتعاش كل أنواع الميليشيات واستمرار الانتهاكات. تعليق من شاه القرداغي يقول: لا للفساد ولا للميليشيات ولا لربط العراق بمحاور الفوضى والعنف والأفكار التي تجلب الخراب بدل الأمن والاستقرار. أميرة تقول: الهدف الأسمى هو إعلاء اسم دولة العراق بمنجزات للوطن والمواطن كدولة تحترم مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة من تعليم وصحة وبنى تحتية واستثمار في الوطن والمواطن. ومسعود يقول: كل عراقي يجب أن ينتفض حتى ينقذ ما تبقى من العراق. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.